اذا كما كتشوفوا معنا هذا السيول خاص ديال طنجه هذا الواد. اذا مع الاسف الشديد الواد داز البارح في الليل، هذا الشيء كيبان ليا. هذا الواد داز البارح في الليل وفي نفس الوقت ربما كاينه امطار غزيره عاصفه رعديه مجهده غادي يجي هذا الواد من جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. حاليا اخوتي كنتواجدوا خاص في الواد ديال طنجه. كما كتشوفوا معنا هذا الواد الرائع جدا غادي نحاولوا نشاركوا معكم. لانكم تبعوا الفيديو من البدايه للنهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. اش غادي نقول لكم، الواد جا ولكن داز البارح في الليل. هذا الواد اخوتي داز البارح في الليل وحاليا جاب واحد شويه، ولكن معليش ما نشوفوش كيفاش غادي نصوروه. صراحه فرحان بزاف هاد الامطار الغزيره اللي دازت عندنا البارح في طنجه، وفي نفس الوقت الاجواء جميله. طنجه زوينه اللهم بارك، عروسه الشمال فيها الطبيعه الجمال ديالها. ومن بعد اليوم والبارح في الليل جات الشتاء وحطت واحد الديكور رائع جدا والجمال ديالها زوين بزاف. لعليكم واستمروا معنا وكلشي بارطاجي وساعدونا باش نوصلوا القناه 300 فرجة ممتعة. اذا اش غادي نقول لكم، كانت العاصفة رعدية البارح في الليل خاص في طنجة في مدينة طنجة، وجينا باش نصوروا لكم هذا المكان رائع جدا. هذا هو الواد، نتمنى بزاف ما يزلق حيت هذه البلاصة كلها الطراب ديالها كتزلق. اذا غادي نحاول ندير الحطيات ديالي باش ما نزلق لكم هنا، وفي نفس الوقت الواد هو هذا كما كتشوفوه، وغادي نحاولوا نشاركوا معكم اي حاجة جديدة خاص في هذا الواد. اذا كما كتشوفوا معنا هذا هو واد ديال طنجه اللهم بارك، وفي نفس الوقت كيبين لي بانه جا البارح في الليل المكان ديالو. ها هو البارح في الليل جا هذا الواد كما كتشوفوا. اذا كما كتشوفوا معنا هذا السيول خاص ديال طنجه هذا الواد. اذا مع الاسف الشديد الواد داز البارح في الليل، هذا الشيء كيبان لي. هذا الواد داز البارح في الليل وفي نفس الوقت ربما كاينه امطار غزيره عاصفه رعديه مجهده غادي يجي هذا الواد من جديد ان شاء الله بحول الله. اذا هذا المكان كله كتشوفوه هنا معنا في هذه الشاشه كله داز فيه الواد، عندكم هذيك البلاصه كلها داز فيها الواد البارح في الليل. على حسب بعض البلايص راكم عارفين، دابا ما عندناش بزاف واحد التجربه اللي كبيره جدا باش نكتشفوا لكم واش داز الواد بسرعه. اذا هذيك البلاصه في هذيك الاتجاه كيبان بانه الواد ما كانش واحد السرعه كبيره، جا بحال هكا البارح في الليل داز الواد بحال هذه الطريقه. اذا امطار غزيره باقي مستمره، اليوم الجمعه، جمعه مباركه، وغادي نحاولوا نشاركوا معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. وهذا هو الواد، وما غاديش نحاول نغامر لكم حيت التراب ديال هنا كتزلق، باش نكونوا واقعيين هاد التراب كتزلق، يقدر ليكم بزاف يجي ليكم جنب الواد هنا ويزلق ويطيح ليكم في هاد الواد. اذا كما كتشوفوا هذا هو السيول ديال الواد ديال طنجه. ايوا نتمنى ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله يجي هاد الواد مجهد ان شاء الله بحول الله. اذا على حسب كاينين بعض الاوديه كيكونوا مجهدين، اذا على حسب الشتاء اذا كانت العاصفه رعديه مجهده كيجي هاد الواد بزاف، ولكن كيبان ليا الواد داز البارح في الليل. البارح في الليل داز الواد اللهم بارك. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، وفي نفس الوقت ما كانتش واحد العاصفه مجهده شاده ربما ساعتين ولا 3 سوايع ولا 4 سوايع. في نفس الوقت كما قلنا امطار غزيره خاص ديال البارح في الليل تقريبا ساعه ديال امطار غزيره على حسب ساعه تقريبا ديال العاصفه الرعديه اللي دازت. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى العوده امطار غزيره من جديد. هذه هي القنطره ديال طنجه، وهذا الواد اللي صورنا البارح قلنا بانه غادي يوصل. هو دابا وصل، هانتوما شوفوا تبارك الله، شوفوا اللهم بارك. ايوا كما كتشوفوا معنا هذا الواد رائع جدا. اذا غادي نحاول نقربوا لكم. اذا هادشي اللي جاب ماشي شي واد مجهد، هادشي اللي جاب ديال الفيضان كما كتشوفوا اللهم بارك. هذا هو ديال طنجه، وفي نفس الوقت القنطره من لهيه. هي من تما
وهاد الواد ربما جاب السيول بزاف كي وصل تل ديك البلاصة هذيك اتجاه وعندكم هاد البلاصة تاهي. اذا ما تخيلوش شحال زوين هاد الواد، ما تخيلوش شحال زوين الطبيعة هنا. اذا جيت لكم الصباح شويه بكري، اذا راكم عارفين بعد ساعه تقريبا يجيو الناس ياخذوا الصور مع هاد الواد ويتصوروا بهاد الطبيعه الرائعه جدا. اذا السيول كانت البارح، اذا ربما هاد الواد داز البارح، هادشي اللي بقى فيه. وفي نفس الوقت الليل ما يمكن ليناش نجيو الليل باش نصوروا لكم هاد الواد، وفي نفس الوقت عادي جدا. وفي نفس الوقت لو كانت العاصفه رعديه البارح بالنهار، لو كان ملي سالت هذيك العاصفه رعديه غادي نكونوا في الوقت المناسب خاص في هذا الواد. معليش ماشي مشكل، مره اخرى ان شاء الله بحول الله. وفي نفس الوقت بانه النواحي ديال طنجه تطوان شفشاون يقدر غادي يكون السيول بحال هكا، باقي ما عرفناش. اذا حاليا ما عندنا حتى شي اخبار جديده بانه السيول مجهده خاص في تطوان، وواد ديال تطوان يقدر يجيب الفيضان يقدر ما يجيبش الفيضان. اذا عادي جدا الا كانت عندنا الوقت غادي نمشيو نصور لكم الواد ديال تطوان، وربما ما كانتش عندنا الوقت غادي نصور لكم واد طنجه. كاين واحد الواد كبير جدا ديال طنجه في الاتجاه. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا هذا الواد كما كتشوفوه انا اش غادي نقول لكم، عجبني بالطريقه ديالو واخا ما جابش الفيضان، ولكن حاولنا باش نشاركوا معكم. اذا شنو هي الحاجه اللي مهمه بزاف، هو جينا في الواد ديال طنجه صورناه، وفي نفس الوقت هادشي زوين بزاف والطبيعه ديالو والجمال ديالو. وفي نفس الوقت كاين كيجيب من هاد الجبل اللي هنا، كاين من بعد جبل صغار هنا كيجيب فيهم هاد الفيضان وهاد السيول. اذا غادي نحاولوا نشاركوا معكم دائما الجديد. وفي نفس الوقت كما قلنا الاخوان بانه حنا كنديروا السيول كنديروا الفيضان، وباش نخبروا بعض الناس اللي يلا كيتابعونا بانه راه وصلنا 3 مليون في فيديو واحد. وصلنا في الفيديوهات ديال الفيضان 500K 600K مليون مشاهده، ولكن هاد الفيديوهات ديال الفيضان كنا درنا واحد المشكل بسيط جدا، هو درنا فيهم الموسيقى ومن بعد وقع لينا مشكل وحذفنا جميع الفيديوهات. راه وصلنا رقم واحد في الفيديو ديال الفيضان ديال الواد ديال ورزازات، وصلنا فيه 3 مليون ديال المشاهده. دابا حذفنا جميع الفيديوهات وكانت القناه طالعه بالنسبه للملايين ديال المشاهدات اللهم بارك، ولكن كان عندنا توقف الربح مده شهرين، ومن بعد طلبت من اليوتيوب باش نحذفوا جميع الفيديوهات حيت دوك الفيديوهات كلهم فيهم مشكل خاص الموسيقى. كانت الموسيقى بالمجان، ومن بعد داز ربما 4 سنين ومن بعد ولاو الحقوق خاص في هذه الموسيقى، والاغلاط كيتعلم فيهم الانسان. اذا غادي نخليكم تفرجوا معنا تستمتعوا معنا هذا المكان الرائع جدا ديال الواد ديال طنجه. اذا اللهم بارك. اذا هنا ماشي سهل تبارك الله. اذا كما قلت لكم ها التراب ديال طنجه كتسلق بزاف، يقدر يسلق لكم. ومشكل الا سلقتي دابا غادي طيح النيشان، ويقول لك الواد ماشي مشكل مرحبا انا غادي ها يلا فين غادي البحر. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم الاخوان، وحنا دائما كنديروا مجهودات ديالنا. وفي نفس الوقت انا فرحان بهذا الشتاء اللي جات لطنجه، وحنا دائما السيول ديالنا دائما كنحاولوا نديروا المجهودات ديالنا باش نصوروا معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. اللهم بارك. شوفوا تبارك الله، شوفوا الواد، شوفوا تبارك الله، اللهم بارك. واخا جا قليل ولكن كيحطوا واحد الديكور واحد المنظر رائع جدا. دابا بعد ساعات الا كان امطار غزيره قويه من جديد في طنجه، غادي يجي هذا الواد من جديد بالفيضان ديالو. اذا انا كيبين لي بانه الواد داز البارح في الليل، حيت الواد هو ملي كتنزل الشتاء بعد ساعتين كيكون الواد. اذا ان شاء الله نحاولوا نقدموا لكم ما افضل. ها انتم كتشوفوا معنا، شوفوا تبارك الله، شوفوا زيد 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 حتى القنطره تما. غادي نحاولوا نمشيو لكم حدا القنطره ورا القنطره باش نكملوا لكم الفيديو ديالنا ديال الواد. وهذه البلاصه كلها طبيعه، اللهم بارك. شوفوا التراب ديال طنجه، شوفوا التراب كما قلنا كتزلق، وهذا الواد رائع جدا كله طبيعه. سمعتوا الصوت ديال الواد، سمعوا تبارك الله. واو 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 اللهم بارك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك.
ايوا كما كتشوفوا الواد ديال طنجة، اللهم بارك. اذا هاد البلاصه اذا الواد جا بسيط جدا، على حسب هادشي كيبان ليا الواد ما جاش مجهد. لو كان جا مجهد هاد البلاصه كلها ما غاديش تكون، يعني يكون غتكون البلاصه ديال الواد باينه. ها اذا السيول ديال البارحه امطار غزيره كانت متواضعه بسيطه جدا، ونتمنى ان شاء الله نقدموا ما افضل ان شاء الله بحول الله. حاليا كتنزل الشتاء، حاولنا باش نشاركوا معكم هذا الواد، راكم عارفين القضيه ماشي سهله، هذا الفيضان وهذا السيول كيكون صعب جدا. دابا حاليا كتنزل عاصفه رعديه، ودائما راكم عارفين الكاميرا يدخلها الماء ولا يدخلها امطار غزيره كتكون القضيه صعبه، ولكن على قبل الميفان ديالنا كنحاولوا نشاركوا معكم اي حاجه جديده ان شاء الله بحول الله. غادي نحاولوا نبحثوا ونصوروا لكم واحد الواد خاص طنجة في هذا الاتجاه، غنمشيو ليه دابا نشوفوا واش جاب السيول. ايوا اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش توصلوا اي جديد، وتحياتي الساكنه ديال طنجة. الساكنه ديال طنجة، والدين ديماك طود معنا، الدين ديماك طود معنا، اسير امشي امشي بلاد امشي. يقولوا لي بزاف الدين ديماك طود معنا، الدين ديماك. يقولوا لي بزاف امشي 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 بلاد امشي امشي بلاد. انتينا انتينا امشي بلاد انتينا امشي. طود معنا الدين ديماك. شوفوا اجواء ممتعه، اجواء رائعه جدا. جاب الله هذا الخير تبارك الله، وامطار غزيره باقي كتنزل كما كتشوفوا، امطار غزيره كتنزل خاصه في طنجه، واجواء ممتعه تقريبا الشهر. نتمنى تكون لكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. تحياتي طنجه عروسه الشمال المغرب.